الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، عشر كواكيل وبقول لحدني اللحاد مركة هذه اللحن يشناد معها عشر كوران مركة قل ضمي عشر كواكيل وبقول لحدني اللحاد كميدا من صحيح مسلم. باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن لا يصح الحج إلا به. حبابي هين العدي أن السعي بين الصفا والمروة أردك الأرضه أنت أول حيسا مروية صفو إنه يا ركن وي أساسية أو لغامرمان لا يصح الحج حجك سن أسحين إلا بها سقل لإماشي سمويين. ومسألة خلافية بين السلف، جمهور أهل العلم وحيوب بضيهن سعي بين الصفا والمروة إنه يا ركن وسن واجب يصن منا أهي فرق أول حي ركن في الحج يا واجب نوحي كل دوين واجبك كتقديس حجك يعني الآن تيبو أصيح كرا لكن ليك بلغا ربا شيء واجب هذا كتكتو حتى هو أصحى هيا لكن وحلغا ربا دم بيقاد قش الدرتي إنا ديكو كبتو هدي ركن اللي يدا هذا حتى كي مرة ما يستر ما هي إلى لا يمادو أسوق هدي اللي قط تقو اللي هو الله إيمان ولي حتى كي بتكو جرت إلى الله تمادو مرة ما يستر من ركن جوا سدا إلى لا يمادو حتى كي مرة ما يستر ميو ليكنا الغوكا بمهايو لجمان التجكره. إذن سعي مركا جمهور العلم من الصحابة والتابعين ولا إما وحي قبان يركن من أركان الحج. حجكنا الآن تيوسا أسحين أن لقت تجكرنا دي لقت تجنا حجك ولو تغي إلى للي ما دع صق. جماعة من أهل العلم الوحيد وواجب سعي ركن ما وواجب يجبر بترك الدم كتجدي صديق بالغوك بهاي حنفية تقول يا سيدا كنت تغي. جماعة من السلف وصنة إدهن واجبنا ما رقننا ما إيه وصنة عطائي أنا سبل لقسو قرشاي جماعة من الفقهاء المتأخرين صدح ذا قول أيات جرتا صدح ذا قول مركة أيو حاجر أقوال أن لقاذن كرين طحاوي بها كمدا وجعفر الطحاوي وحيجمع سو قوري على أن سعي سنة وأنا من كيسه وحقب مجرى إجمع آسقا ومركه ورجل واسع الخط والتعصب وهي مركه حنفيه لمرها هي مركه اجماع بسو غري او لي سعيه وها لو اجماع انه سنه يحي اجماع مركه وا اسغا ان خطا ام سبق القلم انه يهم با اسك او بدنته وح جرما سدو كلي وحسن تلابس ابو بكر بن عرب القاضي وصاحب التهويل اسغنا اسك و خيل وها لو اجماعي انه يا ركن في العمره واختلف في الحج سعيه وركن في العمره لكن خلافكم بحكم جرا بحوي لحجك إجماع أساسنا مجرو أسنا مجرو خلاف كل بعض بحكم جرا عمرة إيوه حجك بحكم جرا. حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا أبو معاوية الضرير محمد بن خازم عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنهما رضي الله تعالى عنها قال وحوي لولد كاسي عروة قلت لها هويدا وحانكوري قلت لها عائشة وحانكوري في رواية البخاري وأنا حديث السني يومئذ أنا الدائر وقبن أيان أن مسائل كان أذف عن سنين بن هويد سؤاشا ويديه قلت الله وحنقول إني أنا لا أظن وحنم ليني أما أنفلي يا رجل أي حاجا أو معتمرا إن حاجة أو معتمرة لو لم يطف بين الصفا والمروة صفية مروة أنت كرد حيث هدوسا صعون أما أول وينين أما أوس أردين ما ضرهم مرد بين سعود لا أنت يا لوين لا أنت وحول السعي بين الصفا والمروة إن حاجة أما معتمرة دو كتغو إنو سن حجك يسي عمر ديسي ديب أقي سين كتغاسي أيان في لهاية قالت لما وحيتر محاطة أوتري محاطة أوتري إنك كتغو حبيه لما هاي قلت محارب لأن الله سبحانه وتعالى يقول إلهي وحول إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف فيه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إلى آخر الآية آيات وحكفها مي الصفوية مروة من شعائر الله شعائر وجمع شعيرة وأنا على مضي أستامها إلهي سبحانه وتعالى كقرنسية أما لو قرته أما أشياء هذا واجب كواوين اللي قلنا وادوي فمن حج البيت نينك بيتك وقسته أو اعتمر أما بيتك بغضو زيارته فلا جناح عليه دوشي سد من مسار أي طوف بهما إنو سن إنو كطوافه إنو طوافه وصعي لي بين سوار مروة واحد بكسو قارم هاي واحد بكسو قارم ماي هذو كسعي بين الصفا والمروة روح وكفهمي هذو كتر نادم بلا هذو كسعي ولي ما دنا
وحب الله ما يستو هدو كتك أنا وحب الله ما يستو كفهم. طيب فقال وحيتري ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة. حيتري عرو وكان مقنت هاي ما أتم الله إلهي مر أما يسترين حج امرئ قف حجك ولا عمرة عمر ديسي حج أهد كاس ولم يطف أن سعيين بين الصفا والمروة أن كوريين ولو كان كما تقول أيضا معناه ذو هدوية سيدة أدوى أدوفة أنت ذو شكتي لكان سياق قرآن كحن نقول لها فلا جناح عليه ألا يطوف بهما فلا جناح عليهما عليه ألا يطوف بهما سياق ساس نقول لها أبوه يكتره جزين إنه صن كطة وافين أو كطة ليه بكسو قاري ماي لكن أيضا حوي إنه كطة واف أو ليما دو طواف كي يصعي ليه بكميال كطقو ليه بكميال ليه سمعنتو ليه بكميال لو يكلدويهم بيكتر عائشة دانا فهن قرآن كسياقيس وحيت انت كذب وهاد ايضا الدلاله ده القوه استابه ومشي اورن جري ابن تيميه نص قراني اما حديث نبوي نينكي دليشده اون دليشده ايات دي حديث ما لان لوو تلاغين حديث كقودغيسي ايات قودغيده وها لغا سو ساري كده دليل دومن هيا تفسير كي خلدنا كور ايمانيه واسيد هادوين اي كو سميساي عروه بن الزبير سنسارده الله هش سو ماركت. وهل تدري ما أقتاي كتري فيما كان ذاك فيما كان ذاك أرنكاس إلهي وجناح إثم جماش وكسر في السعي والطواف صاب كيسي أسر كيسوري ما أقتاي سب نزولك متقان إنما كان ذاك أرنك وحكيمت أول لسجير نينك صفية مر وكسعية وحدا بالله ما هيستو وحنا كسو قارب ما يلويري أن الأنصار أنصار رأوسي رخز رج كانوا وحيها في الجاهلية يهلونك ويسو حجية لصنمين لبصنم وعلى شط البحر بض قرك يدا كيال حيب تكيال يقال لهم ما الليل هذا لبض الصنم وحلقوا مقعدبا إساف ونائلة إساف إيو نائلة الليل هذا مركي مدينة كيمن هيان إي بلاد دو ذا لبض الصنم بيؤسو قصدي جرين أسو حجي جرين لبيك ورنجرين لإساف ونائلة. طيب كدي مركي أيجا هو شو ده لما يستان بي كعبة ده إيمان جرين سعي بي لا إيمان جرين أما سعي يكوه رين جرين يا كعبة ده كدي بنا ما كان نقول هيا لابد والله شيء غي يسيم مريجين لابد السنة ما يحب تتعلي ثم يجيون مركز إيمان جرين ما كان إيمان جرين فيطوفون بين الصفا والمروة مروية صفا ده حلو ده أي كوس سعي جرين ثم يحلقون تماي حين جرين بعد السعي فلما جاء الإسلام إسلامكم مركو يمد كرهوا أنصار وحيكو دون ربسدين أن يطوفوا بينهما أي أن يسعوا بينهما أن يسعوا بينهما أين أي سعي كصميان بين الصفا والمروة أي كهدين وحيدن وحد في الجاهلية سمين جرتين هصمينين مركض إسلامتين وحيوقاتين إن أي هوشات يولي أمر من أمور الجاهلية بقية من بقايا الجاهلية ويكوسدين ما يوكوسدين للذي لأجل الذي كانوا يصنعون في الجاهلية وحي سمنجر في الجاهلية درتي بي يمرك أكوصة قال فأنزل الله عز وجل قف لبصدي سعيق بين الصفا والمروة يأي آيد تهمدا كسارسا يشككا كمها الله يسو أصل كسعي مواجب من سوى سنة من سوى رون كمها الله يسو قف مسلم وبعدما أسلم يدي هذا ما أنت صعي لتما بين الصفا والمروة أما وافق ذا رق كوري جري سجرين كي سويال كاي في الجهلية ثمان جرتي أو أما في عنت إلا كلا دو إسلام ك سعي سيو سعي في الجاهلية ثم ماذا نما يقشال لغويري السعي بين الصفا والمروة من شعائر الله في الجاهلية وإسلامنا وإسكمت وحسب دلي مجر هوشي نوطة وحدي بيدن كسو قارم ماهي أيضا سياق يدي معناه هذه الصفة كده واسدة فأنزل الله إن الصفا والمروة من شعائر إلى آخره قال وحيت له يدين مرك عيد سودك فطافوا أي فسعوا بين الصفا والمروة أي سعي سيوة هوشان حقوق وهم با كجرا ماشان لحظة وهم كان مرك أبي معاوين وكيمد إن هشام وكيمد ويدعي كرتا سيدة صحظة وحوية لبدا سنم إسافيا نائلة ميسن أولين سنامين على شط البحر ما هاي لبدا سنام إسافيا نائلة وحيكيا لين مروية صفيا لين ما
مروي صفي يالين إسافنا وحو سارة مرو سارة عفوا صفو سارة إساف امتك اللبكة صنمك اللبكة والله بصنا مد ديقي يومد لبوي قابك اللو سوري إساف وحو سارة صفو دوشي ده نائلنا وحو سارة مرو دوشي ده مركز صعيق أي سمين هيانو مرو تغان وحي قعنت ساري جنو يتابن جرون مصحين جرين سيدك عبادة مصحطة يا حجر الأسود قعنت أسرتان وكله يملتزم كيو أيه قعنت ساري جرين النائلة مركي سفي ما دان وحي مسحن جرين إساف وعلى والله صنم بيقول حيي كان مرسو حتى يسو هذانا كان حتى يسو أنت دحض أنا أرد لبس صنم باكل قطمي لبض بوروت وإساف يا النائلة هذا صنم كحق حيبت يا لي أنصار سو مري جرين مركي حج كذا ميسان مري جرين أسوي حلورن جري مناتوي قرآن قال يدنك شيء ومنات الثالثة الأخرى ومنات الأورنجري قديد ما اللي هذا أما مشلل الأيوكية اللي حق حيبته صنم كمرك حيبته يا اللي وحوها مناتوها أما اللي بدن صنم إسافي النائلة مروي سفيك ليالين وأنا ماشي دبسدان ويأنصار مركي سوحة جيان ويمادان وسعي الصمين هيا في الجاهلية كان يبركيستان هذا كان يبركيستان لبدن صنم إلا بدن بروض كلا سارن هذا هذا نمرك صعيق ودان أما يباشوا كاتب دهن شركة في الجاهلية ثمان جرتينه وحو إزوافقة سوء كذا لبضن سنة مصل كذا وحيش علماء وسير والتواريخ أثار بضنا يكتم الدورة إسافي النائلة لب بن آدم بيهاي ونين يضمر بيهاي لب يددك ريب بن يجرهم كعبد يكوزن يستين مركز إله وعلى سبحانه وتعالى لبضن أحبا اللوب بدلي والله مصخي والله سورة بدلي لبضن أحبا وين بين نقدين أو من نظم رواج من ننواج لبدا دقة حمر كعبدة أي أكتو أكتدى لقطمية يصير لوجع برقات وزينة اللوجع عرروا أنت رجل هم نولاين أي عربي تبرت له هيد بقى هيد سداس واللوجع واللوجع برقاتن شري لما عابد شرين ولا قرسن شري واجد دم بدتك إسافيا نا إلى سوق جاري أو قصو ضربته هي مركه دم وعرضا بيمادين وسي والله يا إصاب بحيل أيا لعاب ذي هو شوردن بأس بدش بل وحال الله شيخ النبي محمد أبو وقي قصي من الكلاب أيا واجدا بحب الله بيئن وحرميو وينيو أكتوض ونفق قورعه وقيل كقورعه وبركة يستو أيوب بالله بي كدب عربنا وقود دياتي ولعاب ذي أصل كودي ضد كاسي أهايين سيدا الله عقابي واجدا بنا حيث بدلين إلى هي العابد هاي طريق السويال كاتي دونتو علومات يودتك إسلام كهوشا يكدق وايان أو أيق الليأدان واجد معروف الشيطان كحكوده عن متقنان وقال لبركي سنجري شركي وقوم نوح محكوب باللو من عباس في سحيل بغت قرن إيسان ود يسواعي يغوث محكوب باللو دانا رق صالحين وإلهي عابد أهل خير يا هاي سيد واجد دم باللو سورن هاي الله برصور كدا ذا هناك ودي قيمة هودي يا عروت الدنب تشيل كدنب يا فرك الدنب وحكدا دعي او ياشين صورتا ويعابد شنو وبركاي سنجري نفس القضيه هذا سميد على كعبدا ميرو لو صوروا درب لو سميو لا يداهدو وحا ددك لا بريا قابك لو دوافلا هاوشا هدي لا جوجين وايو واغا دنب دخيش ولا عبد دونا ددك كعبدا لوغا دغي دونا بدار السبق هو غشا شيء مركو عصب دان لا قوانين اون لا بابين وحا وي وجه كلو يالان دونا ساسا اصل امرك وهم كمشو كيمد حفاظ وعدين وحابتك حوله هي ما قرن وهم عيد قشي كذلك قاضي عياد ورسونا سدا سوغلو تلمامي لكن هذا هو الثابت روايه دبان عدين دونا ان سنمك يالي سنمك يالي لو دسي ري اوسي ري غزجي ري ازدي لو دسي حيبت كو دسي عمل لحي كو دسي اسافيا نايلين كلا دوين وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة حماد وحمد طبعاً أبو معاوية حدثنا هشام بن عروة أخبرني أبي هد عروة مزويرة قال قلت لعائشة وحنقول ما أرى علي جناحا دش إذا واحد يبغى وما أركه وحليس وما أركه ألا أتطوف بين الصفا والمروة إن أنا نقص عنا أم أنا كل غينين أنت كذا حيس مروة يصف قال وحيت لما قال قلت حاول لأن الله يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية إلى آخر الآية فقال وحي لو كان لكما تقول
لو كان الأمر كما تقول حكمك أرنك هدوية سيدة أدوى أدوقة أما أدليدها لكان سياق قرآنك حنقون لها فلا جناح عليه ألا يطوف بهما وحد دنبي كسو قاري ما هي إنو سنكو ضوافن إلا مردهين دنبي كسو قاري ما هي إنو كو ضوافو إنما أنزل هذا آيات وحلقو سودتي في أناس قليو ومال أنصار كميدا أنصار ورئيس الرئيس زجي يقول ربنا أزدور رئيس سنلورج عربيت أي مركة سلام كمن تعبد الجري كانوا وحيها يمتوا إذا أهلوا مركي صوحدان حج صوحدان هيا أهلوا لمناتا سنم كمناطئ أسوح رجلين حجك في الجاهلي في الجاهلي وأنا سنم إن مناطئ للسيء وسميي عمل بحي لبني هذيل لبني هذيل بأسن واجد من حقر رعي رغى الثاني رياضوا رغى ذلك بقرع فلا يحل لهم مبنى أنجر أن يطوفوا بين الصفا والمروة هنا صفية مروة أي كو ضوافا أما كو صعيا ومبنى أنجر إلى أي سو طابتان أما أسو حجيان مناتا إلى أي مناتا أسو حجيان أما أسو حدان حج ما يسن سعي جرين أما سعي ما يسن سمينجر إلى أي لبضى سنة إصافيا إلى أي مشكوية إلى أي حنتيستان وطابتان وبركيستان فلما قدموا مع النبي للحج ما كان النبي حج كوسو راعي سنة كدنب ذكروا ذلك لهم النبي وشيخ النبي محمد وميشا أنهم مشركين إن إلهي غير عابد جري لبصنوا ولبضى النهارات كقطمانة وأنت تابن جري ما كان سوى حجي إننا هاد المناطق نسوى حرين جري هوش أنا بهوش نوقع إكاتا فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية رب سودة شيء فلا عمري ما أتم الله حج امرئ حج من لم يطوف بين الصفا والمروة تويدا إلى يبان كل أرتي أما عمري يبان كل أرتي ما أتم الله إله مرة ما يستروا حج من لم يطوف نين كان قد وافين أما أن سعين بين الصفا والمروة حج إله مرة ما يستروا طيب وإذا مركة رأي الجمهور طيب عضي سوى الدوحوية حج أصحى يمجر بدون سعين بدون سعين حدثنا عمرو الناقد لدو وابن أبي عمر العدني جميعا عن ابن عيينة سفيان عن قال ابن أبي عمر وحول أسوه حدثنا سفيان بن عيينة قال وحول سمعت الزهري زوري بهذا وحول متابعين يا هشام هشام بن عروة عن نبي عن عروة بن الزبير قال قلت لعائشة وحنكور زوج النبي نبي حاسك ساهد ما أرى على أحد لم يطف بين الصفا والمروة شيئا ننك أن صعين وحدب أمار كينو كرعي وما أبالي ظن كمالي ألا أطوف بينهما إن أنا صعين ذنب كمالي قال وحد ربيس ما قلت يا ابن أختي ولا شيء ويل كيديو وحد تروا بأني وران شرين باتكو هذا شون لبا أنا معجرة طاف رسول الله رسول كلاهي بعد طواف أي سعى بيهود نجد هذا سعي كوده رسول كلاهي بعد سعي بين السبع والمروة وطاف المسلمون مسلمين واسعين بين السبع والمروة فكانت سنة أي فكانت من مناسك الحج سنة النبي صلى الله عليه وسلم حج وداع خذوا عني مناسككم سنة وحوجد ما هو أعم من الواجب والنفل وطريق النبي حج لأن تنسعنين فكانت سنة هوشا صعيق بين سوى المر وحين قطين نسيك أن لقتك كريم ينسك أن لقتك وإنما كان أرك أسل كسور إذن أوشي قيسة وإنما كان من أهل لمنات الطاغية الطاغية واسم شرعية وبعد الإسلام لبحي وحي صنم إلى عبد الجري وإنما كان وحو أهانجر من دولك أهل لا أصوحد لمنات الطاغية أي أي الصنم يا صنم منات الصنم كأنك أصوحد التي طاغية ذاصوب قتال بالمشلل مشلل إلى هذا كواس بحياهين لا يطوفون بين سوى المروة هذا هو إذن قابك لو عادي سوى شو شرح هذا وعيدني سنم كاسي مناتل إلى هذا روحي أصوح حجية بين الصفا والمروة موسى قد وافي مسعين جري محاية إلى الله بس نبو كلا تالون أيها قاوي سشقل كل هاي لأسنام طوي كلا لها يعني سنم كودي إله وذي روحي أويا لا المشلل ماشي لما قديد حيبت يا الله لبضن صنم مركي إسافي النايل قريش بايسكلي ما كان رواية عن مر قصي من الكلاب هوش يسوي متك لقطم حق حيبتنا عمل حي الخزاعي بقطن شيء مرك الريخ أوصي الريخ خزرج يريخ السامبا وحيوس حرنجر منات أو يا اللي حيبت مر هذا هلك يمادنا ما يسن سعيد سين صنم كودي
لا يطوفون لا يسعون بين سوى المرء. فلما كان الإسلام مركو إسلام كييمد سأل النبي عن ذلك أرن كاس النبي قويدين نبي الله وأجهر أساسا يرجر هذا الإسلام كي محمد صمينا. فأنزل الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف أن يتطوف أصل كذا هي مكت طادي طادي بالشكر رفتي. ولو كانت الآية كما تقول معناها آيات هدوية هاي سيدا أدادو الشيكتي لكانت سياقو حنقون لها فلا جناح عليه ألا يطوف بهما ألا يتطوف بهما إنو قد وافو. طيب إنو سن قد وافين لبك ما سارين نقول لها لبك ما هيستو هذا نوع حالي إنو قد وافو لبك ما هيستو. رواية هوري الطاغية التي بالمشلل رواية البخاري التي كانوا يعبدونها عند المشلل أيا كتمت أي كعبد الجري قرآن والآخرية فلا جناح عليه أن يطوف بهما أن يطوف بهما وقراءة. طيب قال الزهري وحوري فذكرت ذلك زهري وحوري وحان أشيق أرنكاس ضوضة أحمرته يدين عائشي ويلكيدي عروأها لأبي بكر عبد الرحمن بن حارث بن هشام بن أشيق فأعجبه ذلك أرنكاس يؤبغ يابك لي هو يدين سيئوك الجواب تقلص هذا يأصل كسيئوك ورنطي حالتي يؤذغ بمحايا إلي سبب نزولك آياتها أسبابتي كسو دقين مركز أغاتو معانها آياتها كوبحة شبهات كميش اللي كسو أروريا يا كار دقاقة مع نور باكود الله آية مركز وانا مسألة إجماع سبب النزول كونو هي طريق من طرق التفسير هي أحكام القرآن كان لقوب فهمه هي سياق قيسة لآنتين وحبه نسون سعوري. وقال وحور أبو بكر إن هذا العلم كان يويدين شكتبه علمك أتكاه علمك السلك هاي متين كاي مسألة خصي علمك عائشة شكتو رواية البخاري ما كنت سمعته ما هو مقال هذا كور برانو أو بكر عبد الرحمن دان هاي علمك هو عائشة ويل كده عروة وشكتي مركي يردين يسي خالد وقلي وذاتك علمك أساق وبا إغام مغنا برانو علمك لو مركي هو هيب وشي قدوان ولقد سمعت رجالا من أهل العلم وحان مقالين لكن رب علماء ويقولون له قصدها مركي كور رميان إنما كان من لا يطوف بين الصفا والمروة من العرب يقولون وحوري علماء وحيودة وطابعين هذه هي صحابة كلام وين وحان أنو مغلب رأيقه له إنما كان من لا يطوف وحوان إن كان قد وافين بين الصفا والمروة ومن العرب عربتك من عربت ومحي ورغسان من بني أزد أما وأنصاري وغسي خزجة يقول وحورين جرين إن طوافنا إن طوافا أي سعينا سعينا بين هذين الحجرين مروية سفرح أنك سعينا من أمر الجاهلية وي. وقال آخر من الأنصار قل يا أنصار إن وحي قل يا هو مكه رعي عرب بعد وحي ودي ساق قل رغ الساني ربني أزد أدى كون ضمبنا أنصار كدك أنصار قل يا كم إذا وحي له إنما أمرنا وحنا لفري بالطواف بالبيت كعبنا أنك طوافنا لفري ولم نؤمرنا لما فرن به أي بالسعي بين الصفا والمروة صفية مروئنا أنكس عين لنا مفارين وقرآن كنا مفارين ضواف بالبيت بان لأمري. فأنزل الله عز وجل إن صفا والمروة من شعائر الله. قال أبو بكر عبد الرحمن وحجري فأوراها وحان أمي الآيض قد نزلت إني كسو دكت فيها أولا كوحنا ضمي أنصاريت وهؤلاء يكوا هوري ربني غسام لبضا كحوط بآيض نيكها الله يسو ونكي كد استاغي وغي استاغي أمر جاهلية درت وغي استاغي ينك اللي يجري القرآن كنا مفرين لبضوا بآيات اللي قرر الدياي بانو ما ينهيابو. وحدثني محمد بن رافع القشيري وين بنان تاي آيات كل قيدة إني أسباب دورة كسو دكتو شبه هذه المعاني بضان أي سكتو بل تكرار كاسون ونقضو آيات دور قربا لسود جين كرا سنبي قل لود درنسي آيات قل قيدة حد كور لقسو دكي مسألة ما انت تقين اي كهاليس ونبي قال لقسو علي آيات حد كور سود دكتو وحل لقسو علي نبي محمد هكذا الدوف من آيات داني وحي خصيصة حكم كهذا كورا نكو عضينا وحي خصيصة تنهاد كوها يستنى ويكاها ليس وعموم كآيات اللوز عليو إنو نبي قمر كسيقونا أفهم. وحدثنا محمد رافع أن يسابر القشيري قال حدثنا حجين بن مثنى اليمامي حدثنا الليث بن سعد بأجيد عن عقيل بن خالد الأيلي عن نشاب الزهري مركع عقيل بوحمد طابعين وذات كوري الصفية من عيناها أنه قال حجين بن شاب
أخبرني عروة بن الزبير قال سألت عائشة رضي الله تعالى عنها وساق الحديث عقيل أي حديثك كحيي بنحوه بنحو حديث ابن عيينة حديثك من عيونك مضى مضى أما كله وقال في الحديث عقيل أسوي حول مركو حديثك كقادنا الزهري عن عروة عن عائشة فلما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك مرك النبي أركه ويديين فقالوا يا رسول الله إن كنا نتحرج نبي الله وحانه لبسنين أما أن كنت ببقيني أن نطوف بالصفا والمروة إن أنكسعين سبي مروة كبقيني فأنزل الله إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما قال عائشة وحيث قد سن رسول الله رسولك إلهي بجدي الطواف أي السعي بينهما إن نحو الله سعود الله ورد النبي جدي عليه الصلاة والسلام فليس لأحد آدم ومبنانه أن يترك الطواف بينهما إن صعي وذكرت الله أقوله لمن أي إلهي لأنه هو ركن أركان الحج وهو قول الجمهور وهو الصواب وحدثنا حرملة بن يحيى تجيب المصري قال أخبرني عبد الله أخبرني يونس بن لبد وذهر سفيان إيه عقيل متابعيني عن شاب زوري عن عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله تعالى عنها أخبرت وحيوشك تويل كذا أن الأنصار أنصار كانوا هنا قبل أن يسلموا أنت إسن إسلامين كهر هم وغسان أيها أنصاري غسان با يهلون وحي أسو حجيجرين لمنات وصنم كياليها بالمشلل من قديد وحق حيبت يالي فتحرجوا دب يكدر يمين أما تحرجوا أي تأثموا ويكدب البقين معصية دب يكعب سيدان أن يطوفوا إن يطوافان بين الصفا والمروة إن يسعيان بيدن بكب قيونه وحي هدى كور سمين جرين بمركة أي نقونيس وكان ذلك أرنكاس إن لا إسكا إلالي هوشانا وحي أهيد سنة في آبائهم أما إن لا سمايانا وحي سنة في آبائهم إلا لبطف سربة صوم مرتين مرنين لبسدان مرنين يكتقا سنة عادة يهيدو في آبام إعجدادي آبياشد بس من جري وأصنام تنأوينين جري من أحرم اللمانات وهاتهوش سنة دي من أحرم اللمانات صنم كم مرات نينك أسو حرمد أسو حجي أسو قصد إنو وينيريو لم يطف بين الصفا والمروة لم يطف بين الصفا والمروة إلا أن ميتها لك الدووي طيب سعي موسى سمين جرين نك منا تؤسو حجية وإنهم سألوا رسول الله عن ذلك أرن كاسي مرك نبي ويدين حين أسلم مك إسلامي فأنزل الله عز وجل في ذلك إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا نك خير لي ما دو حج سناء أم حج أم عمرة سناء لي ما ده فإن الله شاكر عليم حي إلي سعي وأسوق سنة من نقضه لا سعده ومن تطوع خيرا حج مدح بنام باللوجي ده أم عمرة مدح بنام باللجودة أما السعي أسوق كل يقول لقمة سنة زنكر ضوافك بالبيت ما أنت لما أذكر ضوافك أرتا ولا قمة سنة استا بقول ضواف أنت عمرات تنعيم كم غني جعلنا يقول رجس سنة هي طائف ما كسر عمره سنة يو جدا كسر الله بن أذو حسق كذا الطواف بالبيت بقول تضوار تنقرف ذكر هذه القرآن كذا نوضو أسوق طوافك وعبادة ما أحب النان أما واجب هالنقض أما سنة هالنقض لكن سعي وأسوق سنة ما النقض ما أحب النان وحوي إما ينو عمر الله سعده يا إما ينو الله سعده حج طيب وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن عاصم يعني من سليمان الأحول عن أنس بن مالك شاهد بمركة كان حديثك عائشة مركو كبحي دروق ديسين تو المسلم كيني كري أيو أقود بحديث تاغير أيو حجيني حديثك عائشة قال حول أنس بن مالك كانت الأنصار أصغر أنصار كثير سنة هذه أنصار وحيا يكرهون وكوي كهضة أن يطوفوا بين الصفا والمروة يكون جري مركة أسو حجيان صنم كوذي مناطقها حتى نزلت إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما إذن سيده إذن إشكتوه ويو أنصار بمكر الدنيس أو حوي إن الله تمادان وصعيق الله تمادان وحبا إذن كسو قاري ما يو في الجاهلية دبسان جرتن صماء في الإسلام لما أقول يا دبسطاني وإنات صعيق الله تمادان وفي الجاهلية محاول دبسان جرتين سنم كلا العابي جرتين واتكبق سنين من كوحان أقو ويحرنوا إلهي بحاقي ولا بابي إلهي كل جبال عابدوا حرام كنا سكا إسكالي إذن وإن الله تمادان صعيق
باب بيان أن السعي لا يكرر وحبابي هاي سعي بين السبا المروة إنا لسوء العلين كريم ما صنعوا نقضى السوق منك قارنك على الله إياه. طيب خاصة حدثني محمد بن حاتم ابن ميمون حدثنا إذن لم يسوء علين كريم إسكي سنة ملحبنا مبع هو إنك إذن صمرا هدي إذن شيء مركو أعمال لحي مادنا أما طواف القدوم بطبردعا أما طواف الإفاضة وطواف الزيارة وطقانا بطبردعا كل قل لمي ماده كل قل لمي ماده وتابع طواف القدوم أما طواف الإفاضة ومالك الطبنا يوم النحر بطبردعا إسكينا للمي ماده. حدثنا يحمد سعيد القطان عن ابن جريج عبد الملك أخبرنا أبو الزبير واسمه محمد مسلم وتصمرة ابن هادم تدرس المكي أنه سمع جابر بن عبد الله الأنصاري يقول لم يطف النبي نبيكم موسى طواف يعني ما صعيم بوجد هذا ولا أصحابي أصحابتي لا سعتين لمتك أهيد بين الصفا بورت الصفا انت كده حيسوي والمروة بورت المروة إلا طوافا واحدا إلا سعيا واحدا هل صعيب إليه مادين وأصحابتي لم يتكا أيضا نبيه قارنين توي قارنين توي حتى هدو نبيه اللي يادو نبيه صحابتي كلم حلوق الرئيبية نينك طواف القدوم قداشي سعي السمائي يوم النحر طواف الإفاضة سعي كمدن بيسنين نينك طواف القدوم اللي يميت يسعي إسكاكتا غينا يوم النحر وطواف الركن أو طواف الزيارة وحي أتقانام با أيو سعي دوار لغاي لابا سعي مجري حديث كما ركوا حديث عضينا يوه ينهب قارنها أو شأن دوران بين صومر. وحدثنا عبد المحمد قال أخبرنا محمد بكر البرساني الأزدي أخبر نجي عبد الملك بهذا الإسناد ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر مثله مثل حديثه يحمد سعيد القطان بوشيغي وذات كاسي محمد بكر البرساني وقال وحونا إلى سوق محمد بكر نبي محمد صلى الله عليه وسلم أصحاب لم يطف النبي ولا أصحابه إلا طوافا واحدا طوافه الأول أي سعيه الأول سعيكي سهره وكنا بكو قاب صديو سعيكي سهره وكو قاب صدي وأها ضوف القدوم بالنبي قل ليمت كدي من أبو سعيي ما لنك الدم يوم النحري منو جمرات كذب وطورتي جمرات العقب وطورتي كدي من قورع بالسمية كدي من النبي واحيرتي مكو يمت ضوف الإفاض ليمت سعيك مدن بيسنو وكو قاب طومي سعي واحد وكو قاب طومي وبعد ضوف القدوم أها إسافي نائلة ها تدنبي سوافصين وهم كوحو كجرا ماشا اي كس شاقين لبدا السنم سنمين مؤولين حيب يبدا مؤولين هل سنم او مناطل اي لا يالي أنصارنا سنم كان مناطل اسو حجيج جرين سنم كان مناطل مكا اسو حجيان وحا ممنوع قائد في عقيدة من الجاهلية إن يسعي لي مادان بين السبا والمروة قل يا هو قريش أنصار ما وقريش باب استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يشرع في رمي جمرة العقبة يوم النحر أعمال الحج واتقى نواد بدو عشتين دمتني ونقل لي استعليك واتقرنا إسان بيلاته استحباب إدامة الحاج باب كان حكو سابسنية التلبية ده مالك ميقاتك كحرمته أم حجك أضحيت أذب اللوضه إلا بيك اللهم اللبيك أتقوى هسانة البيضة الدير قيمها بغني عماش حجك كم ذا نبي نقول أفضل الحج العج والثج حج وحأفضل بغني حجك ديك بغني أضع ريسه حرب بغني أضع قور عدو عدك أضعون أضع قول رياي تكبيرتي تلبيضة تحيطك تاليش قور ماي قوي شاد أضعونيس وأذب اللوضي حلقي تلبيضة كوي أكتاي بوبابكو كسابسوني استحباب سنة السنية أما تعليس الشرع وتعليس الطي إدامة الحاج حاجه إنه جوكتي ودائما التلبية تلبيك سيغا حتى يشرع إلى أقود قلوه بالله في رمي جمرة العقبة جمرة العقبة تورد يدي قنيد يدي يوم النحر مالك رنروق طبنات يتكسو كالهذان مزدلف وذكرنيسا. حدثها يحيى بن أيوب المقابر وقتيبة بن سعيد البغلاني أبو رجاء وابن حجر علي بن إياس بن حجر السعدي قالوا جماعة ذاسي حدثنا إسماعيل يعني ابن جعفر ابن كثير الزرقي حدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له لفظ كان شيء دون مرهن طنبين شيء دون أسقى أسكر الشيخ يحيى وذا ديه ركودي وأن كتقب كله مسلم ما شيء
قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن محمد بن أبي حرملة المدني مولى أبي مولى آل حويطب الليلة هذا مقعي أبيه مقعي سلم يقال عن كريم بن عباس عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما قال وحول سحابك ردفت رسول الله رسولك ليه بان فنقل يو هشي النبي سهرابا لصو كري من عرفات بورت عرفان كلا صدق أو مقام كعرفين لتقنام كلا صدق فلما بلغ رسول الله رسولك لم يكن سوق علي الشعب الأيسر وادي قبضه شعبكم هنا وادي يتقبى لقوضة هذا هو أبو القاسم قوام السنة أو قوام السنة وعدي في شهر التحرير لأنه ما كان لقى صدقاء ماشا قل وين كمتها اللي شعبي وادي باكويا لو نكب وين كاقى بني فلما بلغ رسول الله رسول مكو سوق جاري الشعب الأيسر وادي قبضه مركو سوق جاري أما قوشي بضح سوق جاري الذي وادي قاسو أما قوشي دون المزدلف مزدلف قصو كيسا أنا أخا نبيك هشيبو تؤيي أما فريسيي فبال مركاسو سوكاج هشيبو كدقي درين بكل أحدنا وادي وكدقي دقي مركاسو سوكاج ثم جاء النبي وايد بعدان أسامة زيد هاي هشي النبي الله سعران يهات أسامة الله سعدة فسببت عليه الوضوء ويسيد ما النبي أقول شبي مركو ويسيد سنة يي أيام النبي ويسيد أقول شبي توضأ وحو ويسقى توضوءا خفيفا وإنه قال ده حديث أسامة وصلنا قندنا أو صوت رق بدان فر لو فافاسا ويساء النبي وصل كحيل لا رانين أي ويسيد توفضوا مرة مرة هل هل مرة صدح يلا بو النبي كدي يجري طيب كما بدن جري صدح هذا ويسف ذوب النبي ويسست ثم قلت وحاري يا رسول الله رسولك لها يوم الصلاة صلاة المغرب كويس النبي هو المامي إلا أنه حكيم عرف حكيم وسوس عليه مزدلفة مكو كابق أسارة يا أبو النبي لحظة حاجة أقول لحظة سوكاج كذب ويسقاطي مغرب كان وسيط ضعيف يا مركو صام وحوس جري نبي وحوها المامي صلاة المغرب تكشدي ذي حسوسي وأنا مهم لقى علماء موايل كواحد زليه ذوها المام ووها في إن لحسي ومن الدين وصامنا دحكم كهرنا ما عضي إن لقلت كان هيو مغربي عش اللي قلت كان مزدلفه ويسندوا السدات هاي ويكم مغربي هذا اللي هو شيء جاي الصلاة يا رسول النبي حيو صلاة أن تكن بالويك هاي ساي وأنا ويسيتي فقال النبي حيو الصلاة أمامك الصلاة أمامك أنا والله حركية دملا الصلاة صلاة موضع يا مكان كذا يا وقت كذا أمام وقاه الرجاء هل كما صلاة مزدلفة صلاة كورس تكون ميس وأنا المزدلفة استأجنه يعني كاه صبيح بالليل فركب رسول الله رسولك إلهي بكريه شيسي صلى الله عليه وسلم حتى أتى المزدلفة إلى مزدلفة تجي فصلى مغرب كذا يعشيه ورد الصعودة ثم ردف الفضل بن عباس أيا فنق علي ونبي قاعد هشي لفه علي رسول الله رسولك غداة جمع أرورت مزدلفة لك كلها هاي أرورت مزدلفة لك كلها هاي من اللو دقائق هاي أنا هشي ولي بدلوه هشي وحان نبي الله كري فضل بن عباس أنا وحان الله صور راعي قاعدين النبي الله صور راعي عرفان كلا صور راعي مزدلفة الله يبت مزدلفة النبي وحاك الراعي فضل بن عباس رواية وان قاردون حوران دونانو أرورتاس لقت إذان قريش كلا ترتميبور مزدلفة قد عقانو لغين هي فسابقت قريش إلى منى هشين النبي وحال الله كري فضل بن عباس وحاك لهم ايش كجرى وقيمة بضان إن قاعدتك دو أوذك رو إن لا يسلق رأي سنب الله نن علماء أما أقاس أما لحرمين يوم مقع الشرف اللي أضوه كهو كلي تئنات قاعد الله رعانا يسعو ليس الله نفكم الله إيجي تاسنا مرك سوء الأدب معها حكم ملك دعنا معها إنات نن كاقيمة بضان أضبطون النقط وحو ليس ملا مسألة وحديث كوكها الله يبقى أيضا مهمة الصلاة أمامك الصلاة أمامك رواية عبد الله بن مسعود في صحيحين وكي أرجي إن هاتين الصلاتين حولتا لابد أن صلاة المغرب عشوال بدل عن وقتهما إلى هذا المكان رسول كان وكسو النبي وحيوري لابد أن صلاة المغرب عش وقت وذو اللي قسو ورجي يا مكان كوديو وحلو سو ورجي مزدلفة اللي قلت كده هبين دوين وقي شعب دو كهلا يا وش أيضا قولي جامع على كب حي ونوري وكيلها إسكيل عليا وحخلاف كوجرو آد بدو تعيشي نضد صوماليتين آد كيل عليا عرفوا مكان قصوا دقاقدان صنادو وحوي هبين ك مغرب كيسي عشي سنة المزدلفة كتكتان ميل مزدلفة كسو كيسادات كتكتان
إن عشوه يمغرب كإذن كأصيح مرم باكجرة وقاذا ما نك العرف الجوكتان أما قدها أما كرنا خصادا حلقا دونتان تقي إنت عشو إنتو صبحين كهر داد مزدلفة جاري كرتو سنوضو وإن المغرب يعشب كتو كتان مزدلفو وقت المغرب بحين إن تكتان لما أقوله وقت المغرب بحين تكتان لما أقوله إن العرفة كتكتان لما أقوله نحن إن الكسي تكتان لما أقوله إلى المزدلفة قشا ما تكن كرتان سيد الراجحة وقال هو شايدا نبي محقول السحابي الصلاة أمامك هو شو اسم الدشو إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن هاتين الصلاتين حولتا عن وقتهما إلى هذا المكان حديث عبد الله مسعود صحيحين ولا بدلي صادرت جابنا عبد الله الأنصاري وحكسوا لا صلاة إلا بجمع ما بنانو مغرب يعيش اللي قلت كذا قلبك عرف اللي قلت كذا ميلا مزدلف كان هاي عبد الله المزبير حلق خلافة حقوق بنجري في عرفة يا مزدلف ألا لا صلاة إلا بجمع يرددها ثلاثا صلاة أن مزدلفين مجرتو صدح قربك علنجري مجاهد بن الجبر أسونا سداس وكلو يري لا صلاة إلا بجمع ولو إلى نصف الليل بول صلاة الله ما أقوله مغرب يعجل التكوذو مزدلفين ميلان كأهاي هدود من هبينكو هكا لبرمو عشوه خطرها قلو عشوه إنو بحق إسكدها المغرب خطرها قلو الإمام حمد بن أبو سلمة الخطابي شرح سب بخاري أعلام الحديث مجلد ككوبات صدع لبابا قل صدع أفر وحوري ما بقى صحي صلاة حديثك النصب بكو يا منين صلاة أسحين مغرب عشك أسح مايان وحن كاهين إلا بمزدلفة وقت يدي ما بقلين بقى ضغط رضح يوم كوش مقلين وقت يدي مكان كان لما بقلين بقى حديث كمرك هو حديث خاص وخاصيصة عمومات مواقيدة مواقيد الصلاة الشنطة هاي الصلاة والمشن إلا رقاها ولا بدلي نبي قال بدلي عليه الصلاة والسلام لأجل المناسك وقال ابن حزم محليه سوحوري أصنب بابك كهل ما أصحيس خطايب أقهري صحابة أقهري إنه منذر كتابك إشراف اختلاف الأمصار وبابا يستي واختلفوا ويسكوخ لأهل العلم مغرب كي عشاء اللي قلت كان ميلان كاهين مزدلفة ويأصحيسة ما أصحيسه نينك تكي وينو سيعلي صدح المدى بكور دقاقين إذن محامورا كيدين قلنها صلاة دين محامورا قلنها صلاة دين كنت كتي عرفه أما الله يكسي تكتي عشية مغرب متكودة ما أصح ضيم مسلم ما أصحين بامورا كتاقين والراجع عنها لا تصح لأنه هو خلاف النصوص شرعي قا أياه هوشا بدلي نبي قا أمري صحابي خير كشي قوال لقد أصلاة أمامك ورسع علي صلاة كما جرت ماشاني منو كنت كن كرتب ومزدلب قر كذا نبي حرمايا إلا تقشوه هل حكم بالغ سوري بكري هذا تكبق ذو هنا كجارو ويدو مزدلف ومزدلف اتجيسو ها عيشوه بحي عيشوه تجيسو ما حلو كسي تكون كرتا لكن انت تكوع على قبطة الرجين يسو مزدلفين اتجشو عيشوه ولد لمن اون لقارين ثلث الليل الاخير ان لقارين اما الثلث الاوسط ان لقارين اما اويران نصف الليل لح ساعان لقان مركز وحال الرب انت كوه الرئيسة مزدلفة السوق مركز خيابة عشان وبحانا مغرب زقور كيسا سوق ديك وجمع التأخير جمع التأخير بالله السميني ديبا مغرب كله ديك هاي عشوك وقت هاي عشان اقول مبحا وهرين نصف الليل لح ساعوها بين نمو كودها بين نمو بحا ويدنا بحيرا وحو بحا ثلث الليل ثلث الليل مبحا مركا مركا وحن مريني وحن مريني الصلاة داسي مرن هاسك قلنا وحي الله به لغو إجماعي وآه إلى مزدلفة أدقادو عشية مغرب هاي سراعينينا كوات كيستا وحي كوه الرئية مرن يخلاف كاسا كتاقا قال كريب وحوري فأخبرني عبد الله بن عباس عن الفضل من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل باب كيلوغ عقدي وآها قرما تلبيد اللقوين يا واتنا لم يزل رسول الله مؤسا دينين أما كما هارين يلبي إنه تلبيسني حتى بلغ الجمرة
إلى جمرة العقبة أو جاري نبيه عليه الصلاة والسلام حوذة تلبية عرفوا قصر دقاقي مزدلفوا هبين كبريي انت واوذي جمرة العقبة الكبرى وحقا ما كوي حكتمركم نبيه جاري أيو جوجي وحدنا سام الرحيم الحمدلي وعلي بن خشرم المروزي كلاهما عن عيسى بن يونس قال ابن خشرم حوجري أخبرنا عيسى بن يونس عن ابن جرجع عبد المقال قال أخبرني عطاء عطاء بن رباح أخبر ابن عباس أن صلى الله عليه وسلم أردف الفضل أردف الفضل ابن عباس من نبغ فنقلي هشيس من جمعنا من مزدلفة قال فأخبر ابن عباس ابن عباس وحيوش يقول هذا عطاء هاي أن الفضل ابن عباس أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة حلق اللقوين مكالها ظهر للجوجينية تلبية مثل اللقص وكالها ما من أمك الله سوق على الجوجينية ما مركز جمرة الله سوق على الجوجينية ما مركز الله تورتا الجوجينية انت بخلاف باكجرة سيدا مركز أوقعت إيه حديثك وعضينا وحوي إن نبي قول إلى جمرة العقبة أو بلا وتورد حتى رمى جمرة العقبة لبا معنى نقول كرتا أول كين لو جي يدو مركز نبي قول بلا وتورد هذا يقان الدهذا إيه إلا قوضه نبي قول عليه الصلاة والسلام وحو جوجية تلبية دي مركز رميي تطبط يدنا قحبا لبا دو يدعي كرتا وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث بن سعد قال حدثنا بن رمح محمد بن رمح أخبر ليث بن سعد عن أبي الزبير عن أبي معبد مولى ابن عباس نافذ ما مقع سلا إذا هذا مقع كان والغشيقة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن الفضل ابن عباس وكان فضل وحوها رديف رسول الله نبي محمد عليه الصلاة والسلام ننفنق شنبو هايو هاش الله سارا أنه قال في عشية عرفة وحجري فضل عباس قلبك عرفه يا وغدات جمع نبي قال وجده أنه قال سبحانه وحجري في عشية عرفة عرفة قلبك يا وغدات جمع أرورت جمع لقك الله مزدرب لقك الله للناس تذكر نبي وحكو جري حين دفع عمرك كرقاقين عرفه وحين دفع عمرك كرقاقين مزدرب الله بضبع عليكم بالسكينة والحسن لون عقادة ترتيب الصعودة دقدق يا دقالك يا أردك الجوجية وهو صوبانونا كاف وعلعين يا ناقته هشيس هشيس إن اللي حاسته طيب أردو دي دنيا ضدكنا أي دردرته أما أي كود إذا أنا أيقونا مركا أي بقبع أي حتى دخل إلى نبي قال عليه الصلاة والسلام محسرا وادي محسر وهو من منا وادي محسرنا منه كتر سنيا وخلاف باكجر عاد علوس بين أهل العلم فحان لو بدن ياهي إن وادي محسر أوي هاي منطقة بين منى والمزدلفة وقبر حيث منية مزدلفة ونحيس وماشي ليش جرين عربته في التاريخ وحكوها بسمو كده غاق ويمرودي أبرها قوة كعبد وكدو لي وأنا ماشي يقول مرة حبض يكون باللابطية قنطالين تمي الله يكقب باللابطية وادي محسر مركة وحا سكوخ لابسمو منه كتر سنة أمي سوي حكتنا مزدلفة وحان لوب بدأ ينو كتر سنة مزدلفة محايا لحقة مكانها مزدلفة ودوية مزدلفة ودوية طيب مركوا من مركوا الرأي في فضل ابن عباس يو جماعة من أهل العلم قال نبحور عليكم وحاد لازمتان وقالتان بحسن الخذف قروح فنينك قروح يراء ورحلو فنين الجر الذي كاسو يرمى به الجمرة هذا سيقاطع وادي محسر دحوي فرق يربى كويا لبيا مرين ونيس بان بايا لدى لحب هذا وحبي عنا يارك ميزان قاريقي باعقت كلتك ذاتك باقاضي يا الله واتكوه ليس لكن وحبك لا مقاسو تحكيه ليس وحبه واي ميس عليكم بحسن الخذف فنينك قرور حسيقات او وحو دغخ وينو جمالها كو تورنا جمرده وحدك دخرنها تورنا وحو وين لما ربا فنينك يرك لسكو فنين جري با كو فينات كو تورت الذي كاسو يرمى به الجمره بورته لو تور يعني سيده فنينك او فنين تمام ما هو لو جيدا قرور فنينك لقا قاتو سيده عاديه او تورا ساس او تورا اما انت قادان فنين تمام ما باش وقال وحون عبد الفضل وحون لم يزل رسول الله رسول الله موسى كذب يلبي إنه تلبي سنة حتى رمى الجمرة إلى بورت الطورة ودمي جماعة من السلف باسدا كنت جاي الله الرأي بوحيك بدنه رجح أهر يا مركا تورت جوين الزائي رجح أقدم بيا مركا تورت جوين بالسكو هيا الله بدر الرأي بأهرون وحديثكم معني سكو عادي هاي رجح أهر يا مركا تورت جويني يا كأقدم بيا مركا تورت جويني إسا الله بدر الرأي بواجران حديثكم مركا حوق أسوق دارك سو وبدني هاي مركا كأقدم بيا تورتو إنه تقوينيس وحدثني الزهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن ابن جريج عبد الملك أخبرنا أبو الزبير محمد بهذا الإسناد سنكد المرء يسن أبو الزبير عن جابر أبو الزبير عن جابر صمام عن عباس بوها
معينو دنبيه طيب غير هذا يا شيء انه لم يكن موسى شيء في الحديث حديث موسى كل شيء وذات كان دنبي ولم يزد رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى الجمره وزاد في حديثه حديث دم حكو كرده كدري والنبي النبي قال يشير قتل مامي بيدي عن سبركه سنيد كما يخذف الانسان كما يخذف الانسان سو روح بن ادم اوفن انت موكله اشارتها مركه قروح تلمامي ما كيفيه لو تور لها عند اهل العلم وأحاديث كلام النهي ذي مرك الله طورا يجمر هذا الطورا ينسد فنين كي أوكر الله طور هي وح الله سكون شبهها يو وحجم قد نجحها يقدر كي يسوي ما كيف هذا الله طوري وحدنا أبو بكر بن شيبة قال أحدنا أبو الأحوص السلام بن سليمان الحنفي عن حسين بن عبد الرحمن السلمي عن كثير إن مدرك الأشجع ومن دوناي عن عبد الرحمن يزيد قال وحول عبد الرحمن يزيد أصون النخي عفوا قال عبد الله مسعود وحيري عبد الله مسعود وحيري ونحن بجمع أنكم مزدلفة جوقنا سمعت الذي أنزل عليه سورة البقرة وحان مغلى الرسول كل قصه دجي سورة البقرة يقول أصقوله في هذا المقام يماشن جمرة العقباء لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك عفوا ماشن مزدلفة عن رباه مزدلفة ما كل جوقه لتلبيسا ما يقول يده وحيب أكو أكتهايبا مركا لقصه بتاعه عرفه عرف ما كان لغسو بتعالى تلبيسني والله ودي مزدلفه هذه لا سو غير تلبيه لما اوغنين باي كين يكون وردنيا عبد الله مسعود سمعت وحان مغلي الذي رسولك انزل لدجي عليه دشي سوره البقره لغسو دجي يقول اسول في هذا المقام قوبتا مزدلفه لبيك اللهم لبيك وحدثنا سريج ابن يونس ونسبه الى جد سريج بن احمد بن يونس حدثنا هشام بشير السلمي اخبرنا حسين بن عبد الرحمن السلمي عن مدرك عن كثير من مدرك الأشجعي عند الرحمن يزيد أن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه لبى قوت البيستين ولبيك اللهم لبيك أيو يري حين وقتك أفاض وكرقاق من جمع مزدلفة وكرقاق فقيل عربي هذا مركز وحال ليلي نين كان تلبيسين من رميبة من ربادي أنقرنين مناسك تحجك يصنن تضمية وحاكس ننكا بوشي عبد الله وحاكتيزا مقررة هذه بلغا دقاق مزدلفة إن الله قالين تلبيان الله قالين مركة والوحك العتقى هي فقيل وحال أعرابي هذا أعرابي هذا ننكا مرمي مربادي يعني مجاهل أن أحكام تقرنين نبا فقال عبد الله بورك مقلي ويابي عود أن نسي الناس أم ضلوا ضدكو مصند النبي هالمامين مسوق دمينبو ما أني وهذا صنع طبقها هي اللي من ربادية مركو أمين كان تلبي سنة يسوع مزدلفة كنا قاقم من أصعدة سمعت وحان مغلى الذي أنزل عليه سورة البقرة يقول في ذا المكان لبيك اللهم لبيك نبغى مكو مزدلفة كنا قاقي تلبي سنة هي أيام جوجها رسولك اللي جوز ودتشي سورة البقرة سورة البقرة محوم ما جاي وسورة أقول دير لقاها لأحكام الحج أحكام الحج سورة ففايزة وسورة البقرة نبي يقول لغو سودج سورة البقرة احكام تحجك الله براي باناقو ونبرون كقاداني حقا لو كجرة قرآن كينا ديك سورة المائدية سورة الأنعام سورة آل عمران سورة البقرة يسان ابل هاي جماعة من السلفة وحيدة وما لغفع وإلا السورة التي يذكر فيها البقرة السورة التي تذكر فيها المائدة إلا دافعا أولا دهين سورة البقرة فرقوركو وضع حكم الجرال حقي لابسين يا هاي مدى بالصحاب طيب وحدثنا حسن بن علي الحلواني حسن بن علي الحلواني أبو محمد حدثنا يحيى بن سليمان آدم بن سليمان الأموي قال حدثنا سفيان يعني الثوري عن حسين بن عبد الرحمن السلمي بهذا الإسناد عبد الرحمن حسين بن عبد الرحمن سند كسوحوا هذا وهذا الزمري عن مدرك عن كثير من مدرك الأشعي عن عبد الرحمن يزيد النخعي عن ابن مسعود سند كاسو كوري مركز سفيان بن حمد تابعات كوري صاحبك أهاي أها هشيم وحدثني وحكوا حديث يتبي يوسف بن حماد المعني قال حدثنا زياد بن عبد الله يعني البكائية عن حسين بن عبد الرحمن السلمي عن كثير من مدرك الأشجعي عن عبد الرحمن يزيد والأسود بن يزيد النخعي
قال لبدا تابع وحيدهن سمعنا عبد الله بن مسعود بن مقلي يقول اسغوله بجمع مزدلفه كله سمعت وحان مقلي الذي رسولك انزل لدجي عليه دوش سوره البقره لو سدجي ها هنا ماشن مزدلفه برك دقاق يقول اسغوله لبيك اللهم لبيك ثم انت كذب لبى عبد الله يا تلبيستي ولبينا مع نغوى لتلبيس النبي هذان هاي اسود بن يزيد ايو عبد الرحمن يزيد النخعي يتابعين تلا السعودية صحيح يقول ضيذا مرض الرسول كوتيري ويسكون ماتي نجم الرمي بايو محاكا قدنا ويسكون ماتي رسول كسوت البقاء الوسود دجي أيا سيدا يلي مركة نبي مركة صلى الله عليه وسلم فعل كيسي يقول كسبه سوق والله سبحانه وتعالى عليه